إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تستمر المنافسات والتحديات مع انطلاق الثامنة الأشواط الذي انطلق قبل قليل. مشاهدينا الأعزاء، الشوط الخاص للزمول، نبدأ بالمركز الأول. نتعرف على مقدمة هذا الشوط ومن يحتل المركز الأول ويتقدم على هذه الأسماء. نتابع الأول المراكز مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. هنا المركز الأول يحمل الرقم 40 غياث لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري على أول المراكز، بينما المركز الثاني سيد لصالح بن حنظلة الطلاب المري على مستوى المركز الثاني يقدم لنا سيد، بينما ثالث المراكز يصل لشاهين لمبارك بن مناحي بن محمد الدوسري على ثالث المراكز، بينما رابع المراكز الشقب لضابط بن سلطان الضابط الدوسري يحتل المركز الرابع، بينما خامس المراكز وخامس الشعارات مودع لمحمد بن حمود بن رويض العدين يتسلل مباشرة إلى رابع المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء. للمراكز الخمسة الأولى، ونعود مباشرة إلى أول المراكز. نتابع أول التحديات ومن ينطلق في أول المراكز. هذا هو مشاهدي الأعزاء المنطلق على أول المراكز، غياث لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، ومن الجانب الآخر شعار صالح بن حنظلة الطلاب المري مع سيد من غير في هذه اللحظات واحتل المركز الأول، بينما المركز الثالث شاهين لمبارك بن مناحي بن محمد الدوسري مع ثالث المراكز يقدم شاهين، وعلى ثالث المراكز يصل في هذه اللحظات مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني، بينما خامس المراكز وخامس الشعارات المنطلقة في هذا الشوط. نتابع مشاهدي الأعزاء مع خامس المراكز القادم في هذه اللحظات والمنطلق مشاهدي الأعزاء القادم، الشقب لضابط بن سلطان الضابط الدوسري يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. هناك أسماء وشعارات لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، ونعود مجددا لنستجد النداء في هذا النداء الثالث. نتابع أول المراكز، نتابع المنطلق سيد لصالح بن حنظلة الطلاب المري على أول المراكز. هذا هو السيد مشاهدي الأعزاء بمتابعة سالم من يتابع في عملية التضمير في أول المراكز يقدم لنا سيد، بينما المركز الثاني غياث لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري مع ثاني المراكز، وعلى المركز الثالث يبقى هنا شاهين لمبارك بن مناحي بن محمد الدوسري، وعلى رابع المراكز يصل في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني، وخامسا الشقب لضابط بن سلطان بالضابط الدوسري. إذا مشاهدي الأعزاء هذه المراكز الخمسة الأولى ضمن هذا الشوط وفي هذا السباق المحلي الثامن، نشهد آخر أيامه وآخر أيضا تواجد هذه الأسماء الكبيرة، ونذكر بأن الموعد القادم ألا وهو مهرجان السنوي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة على السيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لسباقات الهجن لموسمه الثاني. نتابع هذه الدعم وأيضا المنافسات المتواصلة على أرضية ميدان الشحانية. نعود مشاهدي الأعزاء إلى المقدمة، نعود إلى السيد وهو سيد هذا الشوط حتى هذه اللحظات لصالح بن حنظلة الطلاب المري على أول المراكز يقدم سيد، بينما المركز الثاني شاهين لمبارك بن مناحي بن محمد الدوسري مع ثاني المراكز يتقدم، ويجد هنا مشاهدي الأعزاء نجد شاهين المتسلل في هذه اللحظات إلى ثاني المراكز، بينما المركز الثالث غياث لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، بينما رابع المراكز مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني
أحد الضيوف الأعزاء القادمين من المملكة العربية السعودية ومن أيضا العاصمة بالرياض بالتحديد. هذا هو شعار العديني يقدم مودع في هذه اللحظات مع المركز الرابع بينما خامس المراكز يبقى الشقب لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى. تحديات الزمول وهديرها هنا على أرضية ميدان الشحانية. نعود إلى سيد لا زال متسيد حتى هذه اللحظات مع أول المراكز لصالح بن حنظل الطلاب الفهيدي المري بمتابعة سالم بن صالح الطلاب المري من يتابع في عملية التضمير ويقدم لنا سيد. بينما المركز الثاني شاهين مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري ثاني المراكز. بينما المركز الثالث غياث تعود ملكيته للسيد جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. بينما المركز الرابع نتابع مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني مع رابع المراكز. وعلى خامس المراكز القادم في هذه اللحظات والمعلن لهذا الاندفاع الشقب لضابط بن ضابط الدوسري. ولكن هنا القادم الظبي لنادر بن فرج بن سعد الجهني قادم ويعلن تواجد الظبي مع خامس المراكز. غير الظبي في هذه اللحظات واحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. ونعود مجددا مع سيد مع الكادر الأول عبر قناة الريان. تتابعون سيد متسيد هذا الشوط ينطلق في أول المراكز لصالح بن حنظل الطلاب المري على المقدمة مع سيد. سيد مشاهدي الأعزاء هو سيد هذا الموقف، سيد هذا الشوط حتى هذه اللحظات. بينما المركز هاني شاهين المبارك بن مناحي بن محمد الدوسري يحتل المركز الثاني. وعلى ثالث المراكز نتابع مع ثالث المراكز مودع يتسلل في هذه اللحظات لمحمد بن حمود بن رويض العديني. وعلى المركز الرابع رابع التحديات غياث لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. ولكن الدخول من الجانب الآخر، الدخول يتدخل الشقب لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري. وهنا شعار نادر بن فرج بن سعد المرواني الجني مع الظبي القادم في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى مع هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة إلى لم تخيرة. نعود إلى سيد من غادر وانطلق مشاهدي الأعزاء إلى أول المراكز. سيد لصالح بن حنظل الطلاب المري على المقدمة ينطلق مشاهدي الأعزاء مع سيد. هذا هو سيد على الصدارة يعلن الانفراد 3 كيلومترات. ركز يا سالم بن صالح بن حنظل الطلاب المري مع سيد على أول المراكز. بينما المركز الثاني وصل شاهين المبارك بن مناحي بن محمد الدوسري. وعلى ثالث المراكز من الجانب الآخر الطياري يصل لأول نداء لعبد الله بن سعيد بن علي المحشاد يتدخل مع ثالث المراكز المركز الرابع الشقب لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري. وعلى خامس المراكز هذا هو الظبي شعار نادر بن فرج بن سعد المرواني الجهني. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى المقدمة، نعود إلى سيد مشاهدينا الأعزاء غادر عن بقية المراكز. أعلن هذا الاندفاع، أعلن هذا الحضور المميز لشعار صالح بن حنظل الطلاب المري وسالم بن صالح بالمتابعة والتضمير. يقدم سيد في هذا التحدي الجميل. بينما المركز الثاني وصل الشقب لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري مع ثاني المراكز. وعلى ثالث المراكز شاهين المبارك بن مناحي بن محمد الدوسري. وعلى المركز الرابع وصل في هذه اللحظات وصل مشاهدي الأعزاء الظبي يتدخل في هذه اللحظات. ولكن هناك الأسماء القادمة، الظبي للسيد نادر بن فرج بن سعد المرواني الجهني. وعلى المركز الخامس نتابع مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديري. ولكن وصلت الأسماء الكبيرة، مشرف الحميدي بن سعيد بن أحمد بن سيف
الرميث يتدخل مع خامس المراكز ويعلن تواجد شعارة مع انطلاقة مشرف. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء وسيد، واستراحة محارب قبل الانطلاق والإقلاع إلى المنصة الرئيسية. هذا هو سيد مشاهدي الأعزاء يتسيد هذا الشوط، ولكن وصل الشقب لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري مع ثاني المراكز، ووصلت الأسماء الكبيرة، وصل مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني مع ثالث المراكز. المركز الرابع شاهين المبارك بن مناحي بن محمد الدوسري، وعلى خامس المراكز الظبي من الجانب الآخر نادر بن فرج بن سعد الجهني، ولكن اللي غير مشرف لحميد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي، ولكن أتابع القادم في هذه اللحظة. وصل شاهين العبيد بن سالم بن محمد الفيد المري القادم مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، والشقب على الصدارة، الشقب على المركز الأول. الشقب غير في هذه اللحظات لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري على الصدارة، يقدم لنا الشقب، بينما المركز الثاني مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني مع ثاني المراكز، ولكن اللي جاوز في هذه اللحظة إلى ثاني المراكز هذا هو شاهين العبيد بن سالم بن محمد الفيد المري، غير إلى المركز الأول مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام، منافسة وشيقة مشاهدي الأعزاء على أرضية ميدان الشحانية. نتابع شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول، وهنا مودع والشقب الثلاث المرح في هذا الشوط المثير. هنا مشاهدي الأعزاء شاهين على الصدارة، شاهين على المركز الأول، شاهين على الصدارة على الانطلاق الأول عبيد بن سالم بن محمد الفيد المري، ولكن مودع يريد أن يوادع الجميع بانطلاقاته وبتواجده المميز مع هذا الأداء المميز. هذا هو مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني على الصدارة، ينطلق مع مودع إلى ناموس هذا الشوط، والسلام مباشرة من ميدان التحدي، من ميدان الشحانية إلى أبناء الرياض، إلى أبناء العاصمة بالمملكة العربية السعودية. وهذا هو الفارق مشاهدي الأعزاء، الفارق المستحيل بمتابعة بن حلفان يتابع هذا الأداء. ماجد بن حلفان المري يتابع مودع، انطلاقه مميز يا بن حلفان، ركز مع مودع. وصل في هذه اللحظات شاهين، ولكن مودع محمد بن حمود بن رويض العديري، تهانينا والناموس لأبناء المملكة العربية السعودية على هذا الفوز مع مودع. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، هذا هو مودع معانق هذا الناموس، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني شاهين العبيد بن سالم بن محمد الفيد المري، المركز الثالث وصل في مشاهدي الأعزاء شاهين المبارك بن مناحي بن محمد الدوسري، المركز الرابع الطياري لعبد الله بن سعيد بن علي المحشادي، المركز الخامس جاء فيها الشقب لضابط بن سلطان بن ضابط الدوسري. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لمالك مودع على هذا الفوز، لمحمد بن حمود بن رويض العديني، ونهني بن حلفان ماجد بن حلفان من تابع في عملية التضمير والمسايرة في هذا الشوط. 13 دقيقة 20 ثانية بدون أجزاء من الثانية، هو توقيت مودع صاحب المركز الأول وصاحب كلمة الناموس في هذا الشوط. المركز الثاني شاهين العبيد بن سالم محمد الفيدة المري، 13 دقيقة 22 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك شاهين العبيد بن سالم بن محمد الفيدة المري، بينما المركز الثالث جاء في شاهين وتوقيته الزمني قاطع المسافة 8 كيلومترات، محتل المركز الثالث 13 دقيقة 31 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن مناحي بن محمد الدوسري.